فإذا مجموعة الأسئلة يلي سبق وبعتوها لكارمن من خلال الإيميل، اليوم هو الوقت لحتى تعطيكم الإجابات بشكل مفصل. كارمن صباح الخير، رح ننتقل لعندك فورا. صبحكم بألف خير، صباح الخير غادة، صباح الخير للشيف. اتصالاتكم اليوم مش رح نقدر ناخدها لأنه الحلقة مخصصة اليوم للإيميلات، ورح أبدأ فورا بأول إيميل من إليان مواليد 15/10/85. بالنسبة لإليان عم تحكي عن الشغل والحياة العائلية، بالنسبة لها هيدا هو السؤال بشكل خاص، فرح نجرب نجاوب بشكل شوي سريع لقدر مرق أكثر عدد ممكن من الإيميلات. اوكي، بالنسبة لك يا إليان، بالنسبة لموضوع الشغل يلي أنا بلاقيه شيء وضع كتير حلو، هي مجموعة الكواكب الموجودة ببرج العقرب. كل هيدي الكواكب هي اللي رح تحمل لك خلال سنة 2018، ومفروض تكون بلشت 2018 من أول بوادرها حلو كتير، بعد في نجاح، بعد في تغيير، بعد في مفاجأة سارة، ورح أعطيك تاريخها مفروض تكون بأواخر أكتوبر 2018. بترجع عندك الأمور رح تحمل لك مفاجآت كتير مهمة بال 2019. الوضع العائلي أنا بشوفه جيد، بعتقد أنه كل الأمور إذا في خربطات عم بتعاني منها مرقتي فيها من حوالي 3 سنين، الأربع سنين حتى 5 سنين بردك لورا، بقلك أنه هيدي المشاكل المفروض يكون في مجال تنحل، في مجال تنحل إذا هذا الموضوع بيهمك أمره. إذا بالنسبة لإليان، الشغل في تقدم، الشغل في مفاجآت حلوة، الشغل في نقلة نوعية إذا بدك بأكتوبر وكل سنة 2019، وكمان بقول لك أنه الوضع العائلي إلى تحسن إذا أنت بتريدي. هيدا كان إليان. رح ناخد سامية. سامية عطيتني تاريخ 10/90 وسؤالها عن الوضع المهني. ما في ساعة ولادي، ما بعرف، ما كتير منحس، بحس انه بتهتموا لوقت ساعة الولادة. ساعة الولادة كتير بتعطي فرق، الأجوبة بتكون دقيقة أكتر وبتعطيني مجال أقدر أشتغلكم معلومات أكبر. أوكي سامية، خلينا نشيل إليان وهيدي سامية. سامية عم تسأل موضوع الشغل، ما فيني ما أطلع أول شيء على هالكوكبين 3 4 الموجودين ببرج الجدي. ليش؟ لأنه زحل اوريدي موجود ببرج الجدي، معناتها بدك تحضري حالك يا سامية، في عندك 2.5 سنين، بما أنه أنت عندك أورانيوس أول كوكب ببرج الجدي بالعشرية الأولى بأواخرها. أواخر هيدي السنة سامية بدك تحسي أنه في عندك شي بده يتغير، بدك تحسي انه كان بشغلك او بالتركيبه الستراكشرنج اللي انت عملتيها بحياتك، رح تحسي انه في تغيير جذري كتير كبير. هيدي القصه رح بتكون باخر هيدي السنه، فبدك تحضري حالك. اذا انت موجوده بشركه يمكن مانا كتير مهمه وحابه تغيري، انا برايي تنطري ل 2019، ما تغيري هلا، لانه هالطوفه هالموجه هالعاصفة جاي بآخر السنة، فبفضل النقلة النوعية التغيير الكبير نتركه ل 2019. واضح أنه أساس معين زحل وأورانيوس في تغيير جذري. إذا أنت بعلاقة عاطفية بدك تنتبهي أنه معقولة بآخر السنة يكون في نوع من كمان عاصفة رح بتطالة. لما بيمرق أورانيوس بيمرق على كل شيء، العاصفة بتمرق على كل شيء، مش بتنقي زهرة أو وردة أو شجرة، بتمرق على كل شيء. اللي عنده ارتكاز قوي، أسس قوية، بيضاين، فبدك تنتبهي لهالموضوع. ولأنك أنت سؤالك كان على الموضوع المهني، مشان هيك قلت لك بدك تنتبهي في تغييرات. هلا 2019 زحل رح بيكون بالعشرية الثانية لبرج الجدي، هيدا معناتها في عندي هيدا الكوكب نبتون بده يتلقى نوع من موجة من زحل، هيدا نبتون. أوكي، فبالنسبة لإلي نصيحتي لإلك انه طولي بالك لاخر السنه لاي تغيير كبير. اذا في شيء خبر حلو، ايه رح اعطيكي. في كان بمطلع شهر سبتمبر الحالي كان مفروض يكون في عندك نوع من خبر حلو، نوع من انفراج كبير، يمكن قدمتي على شركه نجحتي فيها،
يمكن توظفتي او يمكن اخذتي شهاده رسميه او شهاده جامعه. المهم بدنا نمشي شوي شوي، اتركي 2018 تقطع سلام، واذا بدك نرجع بنحكي بعدين. اذا هيدا كان ايميل من ساميه. في عندي ايميل من سامر، خلينا نحكي نشوف عن سامر. 23/11/1972. سامر كمان بده يعرف عن موضوع الشغل، بالنسبة له الشغل هيدا هو السؤال الأساسي عنده. طبعا سامر من مواليد برج القوس. خلونا نشوف النجوم أو الكواكب عند سامر وينية. في عنا 1 2 3، ثلاثتهم موجودين ببرج القوس. بالنسبة لك يا سامر، إذا عم تسمعني أو بتقدروا ترجعوا، كل الناس بيقدروا يحضروا كل الحلقات على اليوتيوب. بالنسبة لك يا سامر، الحلو إنه قبل ما تخلص 2019، موضوع الشغل اللي أنت عم تحكي عنه مفروض بمنتصف تشرين الثاني، منتصف تشرين الثاني اكزاكتلي بعد شهرين، اكزاكتلي بعد شهرين عند سامر في مفاجأة كل 12 سنة بتوصل مرة. يعني بدنا نرجع لورا سنة 2006، لابد وانه في صفحة شابيتر جديد، فصل جديد من حياتك بدأ. مش ضروري نفس الفصل نفس الموضوع هو يكون عم بيرجع يتطور، يمكن بوقتها يمكن تزوجت، ما معناتها هلا بدنا نتزوج، لكن بالنسبة لك كان خط جديد، صفحة جديدة، فصل جديد بحياتك. هلا بمنتصف نوفمبر تشرين الثاني في فصل جديد رح يبدا، يمكن يكون شغل، يمكن تكون هجرة، ما بنعرف شو عنده سامر. هلا عم يسأل هو عن موضوع الشغل، معقول يكون إذا هذا اللي إنه عم تهدف له إنه تنقل من شركة لشركة، أو ناطر ترقية أو ناطر تغيير. أنا بقول لك إنه شهر تشرين الثاني شهر بيحمل لك نوع من مفاجآت كتير كبيرة، وبقول لك مش دايما بتمرق هالفرصة، مش دايما بتمرق عند الإنسان إلا ما تكون أنت عارف عن شو عم بحكي، لأنه بعد شهرين، بعد شهرين وهالنقلة النوعية يمكن أنت عم بتمهد لها. هلا في أشخاص فجأة بدق الحظ بابهم، فجأة أشخاص بيوصل لهم إيميل، ما بيكونوا عاملين شيء، مشان هيك نحن كثير بنتضايق إنه كيف فلان وصلت له هالقصة ونحن صرنا بنشتغل وبنشتغل. الجواب هو وقته، وأنت هلا وقتك، بنص تشرين الثاني عندك الفرصة الثمينة. محلك شو بعمل؟ ما بخلي شيء ما بعمله، بقدم على كل الشركات، كل الشركات، بدي قرض معين بقدم، كل شيء، كل شيء، طلب واتمنى. لانه بنص تشرين الثاني الا ما يكون في عندك جواب او اكثر من جواب بحقق حلم. هاي هي نوعيه لما جوبيتر بيوصل لبرجنا كل 12 سنه. 1 مينت، خليني اشوف اذا عندي كاتيا بقدر مرقها. 9/1 رح نجاوبها بسرعه كاتيا، ومعطيتني ساعه الولاده وبدها تعرف عن الشغل. اوكي، بالنسبه لكاتيا، حلو عند كاتيا انه في عندي اول كوكب اورانوس قريب جدا انه يتحقق عندها تغيير كمان جذري وممتاز باخر شهر اكتوبر. بيمرق عندك هالحظ الحلو، النافذه، الباب على الحظ بيفتح، وبتحضري حالك بشهر اكتوبر لنوعيه. انت بالنسبه لك مرقتي بعواصف كثير كبيره، مرقتي بضغوط كثير كبيره بالعلاقات وحتى بالشغل، علاقات على انواعها، فبقول لك انه حضري حالك، التغييرات سوف تستمر حوالي لاخر 2019. هذا كان اخر ايميل لليوم، اذا الله راد نرجع بنلتقي في الاسبوع المقبل، وعوده لك هلا غاده. مرسي اكيد كارمن. الاسبوع المقبل مع الاتصالات والايميلات، اننا بكره بعالم الصباح مثل العاده مع كل شيء مستجدات بما يختص بالحظ اليومي. كمان مره خليكم معنا مشاهدينا، رح ناخذ بريك، وعالم الصباح بيتابع بعد عنا ساعه لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت.